أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ضوض يا الملك الصديق داون السام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركلي برامج كدور كوين كأي وحترك دو مركبة أي وقت يغنو خلق رسعة كان تي في الانترناشنال كاسومالي تشانل أنا ملك سانة ضوض يا البرامج كستة وصيد مدادية طاول البرامج كي جدا بنا إن شاء الله تعالى تضوات كي جدا بيوحى إنك هذا من أم القرى اليتامى إن أنت خديجة إلهي وحن كبرنا يا دمان مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى قرني أونتا إن خديجة لحريرين نسفي عنا أونتا وكف على قادين هذا نضوض يلا هلك كي جدا برامج كي تضوات كي جدا بيه تضوات كي إن شاء الله تعالى سدان بقى يوتيوب كي بنسو قلية فيسبوك جبا وحن كهذا لأن إن شاء الله تعالى سدا ضدك يقف قدر يلا تميسة عناية الشعر روح لو يقانو سات ما هقدر يا شو حكيت دباتوين فربضن أو هواين كصوم عليه تكون عادي يرقبه إن تموك الضغطان دباتوين كتما هجرة أمره بنوصل نحن قدر ضبط قرن صابون محيط الكريمة استعمالنا إتما كم إيران مشان بود كم إيران دباتوين فربضن تمي ضغطنا يعني في تمي اللي أنا يكل قرن مكمان إن شاء الله تعالى وحيد رقي بقاضنا إسا قبر سودانية ذا أصلا ربي كل شيء جاي الطاف إبراهيم محمد ويدو أه إن قبر السودان إذا كنت تخصصتي قرحنتا أو كل جتي كسب حدا جامعة دا كنت على السودان كلية النصر للترقية لجامعة السودان أو برقي قرحنتا يولي بفرشحنكا قرحت بضم هذا النقطة وجهي هذا النقطة ولي بتمها لكن يدو أنا أصلا كل شقي سهان كل شقي سن أو لكن يمكن هو خاص وايفا لكن ضدك تشعل صوم على دا برامج كدور كأوين كي وحدك دمر كبا كل حرام إنه فائدنا كي ودنا بيجا لقى قاطع الضغط في حين كان لأن قرحنتا يحنا صلوا مريض الكذا سوى ذا محا صدق بالله أفر برشام بالقوار بين رمينا برامج كا آدي أدب تكون من علاج ذلك سوى قيب قاطع ولسوا أنا نودينا يي لكن ما أنت وحين كهذا لأن إن شاء الله تعالى تمها كل واحد وضجرنا إنسان دمر كتما أنت بدن حجاب بين خلانا تمين إن دباتوين فر بدن بالأكل ما قرح فر بدن مهلنا أو وضن كنا نشوفنا للبيت كي يجوا نشوفنا هو يوين فر بدن عروتي هي وقت بقول أنت ما ودنا كش قيام بتر هو يوين أور لبتر مركب أور كحتاع تمو قد عطانا فتمين الآن أما آيرون الآن كل عدي حديث كحلو يقعنا واحد ترى دمر فر بدن أولي لا يمكن دبات تما أنا لا لا كان قاعدنا أما جرنا الكريمة أوفي عن أما سليد أوفي عن أما شامبو أوفي عن أما سيد تمو ودي يعني أقدر يل لهين هذا بضعوا ذا الوحى صورنا ما أنت إن شاء الله تعالى حيدين حبارسن الأخت الطاف. أنا كنت أدور برامج كدور كوين كف عربي أنا كهذا أنا قف كدونا في جلسة كويتينا يا وأنتم تجون إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بك في تلفزيون صومالي تشانل مع الأخت الطاف إبراهيم محمد مرة أخرى أرحب بك في تلفزيون صومالي تشانل وطبعا اليوم اخترتي لنا كيف نعتني بالشعر. أهلا وسهلا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله ومن والاه. في البداية برحب بالأمل للمرة الثانية لاستضافة لي في هذا البرنامج دور المرأة بصومالي تونل وشكر موصول لكل من ساهم في إعداد هذا البرنامج. ليه رح نتكلم؟ حلقتنا حتكون عن الشعر. المشكلة الأساسية عند نساء العالم كلهم كيف نعتني بالشعر وكيف نحافظ على هذه النعمة الجميلة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام زينة المرأة في شعرها. فبالتالي على كل امرأة أن تعتني بشعرها عناية جيدة. أدي أتمنى لكم هذا العلم يا الطاف في عام بديس ودويسي برامج كدور كوينك يا صومالي تشلنا ودويسي المشكلة دوينا أنها يستطبي تريد الدمر كها يستطانا واتمها رسولك عليه الصلاة والسلام محل زينة الحياة المرأة زينة المرأة في زينة المرأة هي شعرها قروح لقبر واتمها هذا بضع وضع البرامج كان قد قلنا إن شاء الله تعالى سؤالي ما أنت كوب برامج كان كوب وجه سنابا ويديني يا ألطاف السؤال الأول موجه لك يا أخت ألطاف ما هي أسباب تساقط الشعر محو يا هاي اللي بعطوين كاتماها صوت عضية مركو ورسة هذا السؤال هو أسباب تساقط الشعر أولا قبل الإجابة على السؤال على هذا السؤال ما هي أنواع ما أولا سأتعرض لتفاصيل عن ما هي أنواع الشعر أنواع الشعر بصورة عامة هي أربع أنواع شعر جاف وشعر عادي وشعر دهني وشعر مختلط الشعر الجاف طبعا هو الشعر اللي بيكون أول ما تقومي بقسله تحسي بأنه هو شنو جاف البشرة بتاعته جافة فده مشكلته أقل خطورة من الشعر الدهني لأنه بإمكانك أنت تضيفي له بعض الزيوت لترطيبه أما الشعر الدهني هو اللي بتظهر فيه نسبة عالية من الدهون ويؤدي إلى تساقط الشعر أما الشعر العادي هو وسط بين الدهني والجاف أوكي ابدأ واحد ترى الطاف مركو هو رسا هرت تمام كهاد لين تنو قلين محاط صو تمها وصو ضعتان تمو واحد يستوب بدلا إلا أفر واحد ترى مرحلة واحد الشعر تمها عادقة أو دمان تمو ضجرنا شعر العادي تمها عادقة إيو شعر جا دهني جا تمها سليد دلي يشعر كشاف جا تمها عضق يتبه إسكود ترى
هذا واحد تري شعرك اتماه عادي وح ويان بتري هو وسط ما بين الشعر الدهني والعادي وح وده حياة اتماه زيت كلي اتماه عادي واحد تري طلبة اتماه على بعض حوالين اتماه سليد لي اتماه سليد لي وح ويان هو ما يظهر فيه زيوت وح كم قاري كم مقدان سليد كم مقطب وقان لا يقانا دهني لا يقانا اتماه أضق أما اسمها شافكا واتماه يكو مروا البشفاف هذيلا مريه هذيلا مريم بأضق أو يكو تاتاجون أضق يقار مختلطة ويتميز بين الزيوت يو يشاف يقار سكوتشرا أو يكو مرنا سكو مرنا أويلا يمر دراية أفرت هاس بهرت تيمو أكل بحان بيترتبها بين آدم كوليه هاي رجعوا مرة أوكي وإحنا قلنا سؤال إن ما هو أسباب تساقط الشعر اولا طبعا هو نسبه الحديد في الجسم لا ارتباط شديد بالشعر الحديد بالتالي ايوه تقليل لما تقل نسبه الحديد في الجسم ده بيؤدي لتساقط الشعر الحديد بيقل لي نسبه لعدم التوازن في الاكل الناس لازم تاكل اكل متوازن تتابع يعني الوجبه بتاعت اي انسان لازم يلاحظ انه يكون فيها كربوهيدرات يكون فيها بروتين يكون فيها فيتامينات يكون فيها سكريات ونشويات فالوجبة لما تكون مكتملة بالتالي ده بيؤدي لأنه الجسم بيكون عنده نسبة الكافية من البروتينات من الحديد ده بيوقي بيعمل وقاية لتساقط الشعر سؤال شان ودي الأخت ألطاف أقول ما هو أسباب تساقط الشعر من حاتبها إن قصور ده وحتري هرتوا سكو واضح زي الشمس قفل بنو قرانا يا هرانا برامش عينكم كسمية وحيوين بترت وحكم مقن حديد كحلو نقن تقليل نسبة الحديد وايرون كانوا نقن إنه كيم بدن دمر يسكسر إنه الحديد بيو حابك الأوجن هذين ودلنا بع عروض دلنا بع إنه حديد بينو أمين وقول بدين أمين وغير يهاي إيوه عن تدي إنه المرة اللي بيسود لترين هذين قطة قراعة هذين قطة قدادة هذين قطة عشاد هذين قطة سناك تايم كأنت أقول حيسا وإنه كم بقي بروتين كي كذا بروتين كي إيوه فيتامين كي أنت أصلا برضه دباتوين كتماها كأنت إنك تماس وضعتان عن تدي إنه ده لترسنا يعني إنه كل عن تدي إني بكل يعني وحي فيتامين كشري أما حديد كشري إنه رنتي سفي عن ولا كان قادم تفضل أختنا السبب الثاني ممكن يكون التوتر احيانا بيؤدي لتساقط الشعر والاجهاد الشديد بالاضافه الى الاصابه ببعض الامراض يعني في بعض الامراض بتؤدي الى تساقط الشعر بالاضافه لانه يعني في تساقط بتاع شعر عادي بصوره يوميه طبيعيه بتساقط عدد من الشعيرات يعني بتزيد احيانا من المية بتقل من المية ما مشكله دي حاجه طبيعيه نسبه لانه في بصيلات بتاعت شعر جديده دايره تنمو بالتالي القديمه لازم تنزل فده عشان يحصل تجديد للشعر بينزل فده حاجه طبيعيه الا اذا زاد بكميه يعني أوكي. كبيره العنصر الثاني الطاف قلتي التساقط الشعري ما يؤدي تساقط الشعر هو وحت عنصر كلابات كي غوري وانا كهضر لي فيتامينات كانوا شاغنا كلابات وحويان بيتري ان وحو فكرك وانا كنفكر ان ام ستريس كوح لو يقانو يد توترك وح لو يقانو وفكرك يا ستريس كا يسكو بوقتانك كاسلس نو وحو كينيا بيتري ان تساقط الشعر يا قلق من قفك ورور فر بدن او ده وح كو دحان اما وحو دوني سيده هو اي واك عديها عرق واك تمو كسو داتان اسغي اسكو فكر واك حتافنا كسو يعان وجيغان قفك ده يعني وحي براكتل وحتا او دحين اي مركو دباتوين كو دحان اي وليبا بعض الامراض مكو غاره اصابات الامراض كو دحدا ام حنونه كو دحان اما كينين حتى استعمال حتى يلطف في استعمال الحبوب بعد الحبوب تساعد على تساقط الشعر ايوه في بعض دير لي وحنونه بدن كو جيرانها هذه امراض برضو احيانا في فتره يعني ايوه في زياده في الهرمونات في الجسم بتؤدي لتساقط الشعر وده بيحصل دائما بنشوف في فترة الحمل أو الرضاعة لأنه الحمل والرضاعة بيعملوا خلل في هرمونات بتاعت الجسم بالتالي أنا بنصح إنه الناس تاخد يعني قبل لما تكون عاملة بلان لأنك عايزة تحملي وأثناء الرضاعة وأثناء الحمل ثلاثة أوقات دي تستعملي حبوب ملتي فيتامينز بصورة العنصر الثالث كصدحات كوش ألطاف قلتي ألطاف إيش لما يكون ملكو قفك حتى أورك ليه تموي كضغطان لما الإنسان يوصل في مرحلة الحمل أيوة. تساقط قبل الشعر الحمل قبل ممكن. الحمل أوكي. لو عاملة بلان لأنك تتحملي تجيب الحبوب دي تستعمليها حتى أنك تتفادي المشكلة دي واحد ألطاف مركب وقفك دوني أنه بلان سنين أوريا شو أمو دي الله سبحانه وتعالى دوني سنة أوريا لطا إنه قادتها في عن آيرون كا آيرون كا حديد كا آيرون كا قادته سيدي يعني وقف وقادت معها كدادنية أوكي سؤال الثاني اوكي تصوا مشاكل تساقط الشعر يبقى توين كتمها ضغط كضاضية بنتاس ان ان شاء الله تعالى ان سؤال شغله بعد دوني الطافنا وديو كيف الواحد يعتني بشعره يا الطاف ولا ما هي كيف الانسان يعتني بشعره شو موقف تميز اقدر يا الكلام سؤال شغله بعد اولا الغسيل المنتظم يعني بصوره منتظمه تغسل شعري كل اسبوعين
مثلا أو كل أسبوع قصر كل أربع أيام، المهم بصورة منتظمة حسب ما تحسي تحددي وتكون منتظمة بصورة منتظمة. تجفيف الشعر قبل وضع الزيت فيه، استعمال الرول، تجفيفه طبعا بالاستشوار والحاجات دي كده. برضو من الحاجات الملاحظة انه الناس بتستعمل الأمشاط الناعمة لتمشيط الشعر، وده بيؤدي إلى تساقط الشعر كوير. أيوة. فلازم الناس يعني تستعمل، يستحسن انها تستعمل المشط الكبير، ويستحسن برضو تسليك الشعر وتمشيطه وهو لين قبل ان يجف الشعر، لكن وضع الزيت بعد ان يجف الشعر في فرق كبير بين الاثنين. خلنا اول شيء او كيف تعتني المرأة بالشعر. انت قلت يا الطاف واحد تري مركو بور تمها لما يرى ويقى الاسبوع في مرة صح ولا؟ ايوة مع وضع حمام الزيت مر لما يرى ومركا لما يرى افتر شامبو اما تقضية الشعر وحنا يقنا حمام الزيت اللي هو يقنا افتر شامبو من يقنا استيم كان الكرة دونين بعد كو حلنا المحيطوي تمها لما خحات مكا بعدين القصر الشعر بعد لما تغسل الشعر اسبوع مره وتحط حمام الزيت تنشيف الشعر. ايوه تنشيف الشعر بقى والله قلتشني تمشيط الشعر وهو لين انت ما هو قيم باتمه الله انت ما مركي يكو قيمه بالفيريه قرفيري بحتين وكل شيء الطاف وحي تري قرفيرها ان كو يرير طبعا تمها مركه ليده او تمي ادله اما ادق ما جلسن قرفير دير تمها وي سوود راعان وي سو راعان وي غولن تو ود اغنهي مركه وحي في عم بتري انه قفكو تميسه كو فيره قرفير افوا وين sida timiyad uga googan si marka timaha u soo raacin ay garfeedha soo wada raacin ay kala socdaan macaan garfeedha yani waa weyn ba fiican ee marka timuhu qallajisid oo timiyad feedid iyo qoyan basilid la marayo aha baadeen taarud ash-sha'r lil-hawa lazim ash-sha'r yani inta law muhajjaba fi al-bayt tahawli tkhalli sha'rik taarud lil-hawa aywa ashan المسامات بتاعه الشعر بلس ضوء الشمس برضو الشعر محتاج لضوء الشمس واحد الالطاف مركه قرقه جوته طبعا ما كان دبدو بحنا والحجابنا لكن مركه قرقه جوته واحد بانت بتقرح اشعه الشمس تماها شيء هو سده مسامات الشعر ما لا فرفرنا تماها كيا لا تمي هو دو قاطان هو دغلان تاسنا واتا اوكي هاشي ثاني الطاف انواع الاكل انواع الاكل انتو أيوة. يمكن دور وين بعياريه اللي كعياريه تمام اوكي انواع الاكل ما هي انواع في انواع موجود فيها الحديد وقلنا هو مرتبط بالشعر ارتباط وثيق بالتالي لازم الناس تحاول انها تاكل الاطعمه الخضروات الخضراء اللون اخضر كلها بتحتوي على نسبه خضروات عاليه من الحديد ايوه الخضروات الخضراء واللحوم الحمراء بكل انواع اللحوم الاسماك الدجاج كل انواع اللحوم بالاضافه للبيض وايضا بعض البقوليات البقوليات الحبوب الحبوب لكن أيوة اللوز والحب ها أيوة. القمح والتشيك بيز تشيك بيز كلها الحبوب بسموها بتحتوي على الحديد الحديد ان الطاف واحد تري او كلا لو بها هي عنتد لعنا طبعا عنتد بدور وين عيارسه ان كنا اسك دا روحي نسو غار وين اسك عنا ما حقل انا ما حجل صناده دباتوين كاس ما انا ما تساقط شحكين حديدك وحا او بها هي تيموس يعني في عنادان اما كاغه دادن عنتد دور وين عيارسه الكلونكا دقيقه هلب قعص ان محيط حبوبكم حنا نقان انكم نقان انت بدن عربتي اد عنتا صومالي بدن ويتقان لو اسكان لعنيا حبوب قمح ان محيط توكل اللهم صل على تشيك بينز وحلو يقان لو لا سمي فلافل كلا سمي تشيك بينز كانوا لعنا لو اسكا مر بدكم يقولوا ود جوغان هاسك دبتان مديبده لو اسكو جرو سدي يكو تي في اسكا داون هذا اسكا عنتا سنه فايده فر بدن بي اوكي حديد كميده او كجرتا وحيابها جرين كايف من حاجات الاخضر مش كده يا الطاف خضروات الخضراء كل انواع انواع وصلركي وحول بده اخضر سبينش كافرتنج اها تناول الوجبة المتوازنة يعني تدري إنه وقت والبعد أنا ويم وقت قافرت المرة أنا يمكن ما تقدينا الحين ساعة 4 بركا وقت بسنا عيارة يا إن تايم كين لعنا انتظر متوازن كا وقت والبعد تدري إنه إنك واحد لقى ما أنت ولا أنت القراءة إنه إنه قدر دين تنو جينا عشان المر إنك قاتونا إنه تحسن فائدة وين بكب حدا ماشي عنصر كه هام كه قدر ده هذا كبح ماشي سي لو بعنا طالع أنت بدن ما بخلي لو ده دبتني هوشينا بدن بدن هو يوينا عورتي يقولي قران كي everything بنكون مشغولة ونو جينا قالوا لنا لتشوف نام بدر galbeedku iyaku inta afku waxay ku hayaan time walba waxay ku hayaan ma dhaafta cashada ma ba dhaafta laga yaabo inuu xitaa cashada iska siixna xayaan waxna ninsa xitaa al-asha ya al-daf nidnaam min ghayr asha nqul nidnaam khafif wa hada taban khata khata khasatan al-halim muhim fi al-asha bil-asha okay
ونكون كبحنا سؤال إن شاء الله تعالى. سؤال اللباط، ما هي الزيوت التي تقد الشعر ومحي سليدها تمه هو ناقصاً وتمه ربحية إن شاء الله تعالى. وسؤال هذا مهمة إلى دقيستر. الزيوت يا أولاً زيت الصبار. زيت الصبار طاس أف. زيت الصبار. أيوة زيت اللوز ألمون أويل. ألمون أويل. زيت الزيتون أوليف أويل. أوليف بالإضافة للزيوت في عندنا بعض الزيوت لكن سودانية ما أدري هل ممكن يوجدوها هنا ولا ما هي هذه الخلطات سودة سودانية في زيت اسمه زيت الشمع زيت الشمع أيوة في زيت الساق في زيوت يعني في السودان بنعتني بالشعر أوكي الزيت الأول سليده هو هرية أتري وحوي الزيت صبار أيوة. صبار كهذا بس صبار. الوش إجلا في الصومالي ما تربعتها بالعربي صبار لكن أنا أدونه بالصومالي إن شاء الله صبار وزيت صبار بار هذا قرنية من وصل شيئا ألوي إنجليش ألوي أوكي ألوي أويل ألوي أويل أوكي وطبعا في إنجليز الوش إجلا لكن في الصومالي كم قرنية صراحة لو زيت الزيتون زيت الزيتون أذن الدور وإنه عيار سن عنده كودر سنو يدور سفني عن الزيت الثاني ألطاف هي أشياء زيت اللوز زيت اللوز هذه آه باللوز كنسميه في عامه ان شاء الله تعالى حتى از جود فور سكين ايوه فور سكين والاهم في حاجه في الموضوع انه الناس لما تستعمل الزيت تلاحظ يعني ممكن يكون انا بينفع معي زيت الزيتون لكن امل بينفع معي زيت اللوز فانت لما تستعمل الزيت لازم تلاحظي هل هو بينفع مع شعرك كيف الواحد يلاحظ هذا الموقف تلاحظي تشوفي شعرك اذا ماشي في تطور التساقط قله ملمس الشعر صار ناعم شعرك صار شكله جميل شاينينج معنا الزيت ده نافع معاك إذا ما عمل لك أي اختلاف توقفيه وتمشي للزيت اللي بعده والبعده والبعده انسون لحد ما تلقي الزيت اللي بينفع مع شعرك إن الأخت الضعف واحد لي أفر تأسلي ده دي وضع شعرني قفكم مركو مد ترايجر يسكو أجو هدينا أم فعن أم أمنا كأرق إل وتميسو دلالي أما سيبتي سو أدق وأرق أما كلر كيسيو سو نقضي وخروح دي سو نقضي أما تميو حتى تساقط كيكا يرادي دادشة دي كيراتي ووضيا لكن هدونا إن تابا كأرق إنو بدلويا وكأرق إيش عافي يعني لكن ما هينا نسكو وضنون نسكو درنون حتى لو في اختلاط مع بعض الزيوت تأدي لتساقط الشعر في لبعض الناس حسب نوع الشعر أيوة في ناس بتنفع معهم في مزيج بتاع سبع زيوت معروف ومشهور ده بينفع مع معظم الناس سبع زيوت هذول اسكو دار روحت اللي باتوين بضبه كيما هذول لك واحد تسليد اسكو جيتو تضرب بس اللي دول اسكو داريت عاصو ضدك انت بضل انفع على بتري اوكي سؤال ده ما بس للزيوت حتى للشامبو حمام الزيت انت لازم تلاحظي اي حاجه تستعمليها تلاحظي نفعت معك ولا لا ده اهم شيء مش تجيبيها وخلاص تخدي وتغسلي تحط شامبو حتى شامبو يضيف على حمام زيت حمام زيت الحمام زيت وحويان والكريم في ناس بيستعملوا كريم برضو للشعر للشعر واحسن حق للشعر الايش كريم حسب الشعر اذا فيري دراي في ضد بارش على سليد احيانا لو شعرك جاف لازم تستعملي زيت خاصه بعد الغسيل تجففي شعرك ويا حبذا لو يكون دافي شويه تدفيه في الميكرويف وتعملي به مساج درس في فروه الشعر عشان يغزل البصيلات وكمان يحصل لها تنشيط في الشعر اوكي واحد تري الطاف مركز سليد النعب اما لك ام فيري امبورتنت سليد هاي واي واحد عاوسه اما سو صارت قديسه مسامات الشعر وحان تمين كنت واحد المودميال ضروري يربع جرى او قفيسن مركز سليد انت لو سو قاده كوب لو شوب بالميكرويف اللي يرد لو حلقه دغا وون با لغا دغا مركز تيمه لو مساجيه مساج با لو سو ما انت لا اسكمرسون اسك سيحان انه وان يدي لو تيمي يعني مساج لو ما يصير تمي فرود الشعر وقشو ده ديب الإنسان ده هير. لو دارت خدت الكريم في الكريم تنتظر على الأقل 4 ساعات بعدين تخدت الكريم. إن شاء الله أوكي. الألطاف لو عرفنا الحين عرفنا هذا السؤال كيف إنه عاني في كمان خلطة جميلة للشعر اللي هي عبارة عن بيض وزيت زيتون. تضرب البيض مع زيت الزيتون وخدتهم في الشعر وتعملهم كفرنج بزيت كيس نايلون عادي لمدة ساعة وبعدين تغسل شعرك. وفي نقطة مهمة قبل دي قوليها إنه لازم قبل غسل الشعر تخد زيت أي نوع من أنواع الزيوت ده بيعمل الشعر طري أيوة بيعمل الشعر طري بيقلل التساقط أثناء الغسيل وبينعم الشعر ان اضاف واحد تري انت هرت مكرت ما انه مالن مالنت فور اكزامبل انه مالنا دوي قادر نجمع مالنا اد يا دون اكسن وانت ما هرت لصير رضي الله وصير رضي سليد انه كبد الناس اللي سليد ده عادين شيء اي قف كلمه بطو ان تميس ان فايسا انت كدغه ووم بو تميسا انت وانا تمهم مالن وتمهم مرنيا سليد داس مركاس وكم ميريا حمام الزيت بعد ما سو قليسنا وحا ما هرت سوري وحا تري وحا في عاد كل ان لا سمي حبه بيضه سايدين شيء اوليفا سليد اما سيت زيتون اما سيت صبار ان بال ما انت كان اهد لك وبد قرن اساسا سيدين شيء بس سمي اي حبات بيضه انت كنت تصبار البيض يا لطف ولا عامه البيض ايوه صفاري. والله اذا انت عارفه نوع شعرك شنو اذا نوع الشعر بتاعك جاف تستعملي الصفار بتاع البيض لو نوع الشعر بتاعك دهني تستعملي البياض لو ما عارفه نوع شعرك شنو استعملي البيضه كلها
هديت مو أدقين بيت روحة في عن أطافنا استعمال شو سفار البيت أنت لحدة كشرتها لكن هدي اللي بدو بيسكشر أنت ما قلت كلا قرنين اللي بدو بيت كنا بدو ضخوش يسا حبت سليدنا وتقدر يسا وتقرع يسا تماد مرن يسا بعض بدو كحل يسا ساعات بدو كشوي يسا أوكي هذا خلصنا من كيف الزيوت الشعر وتقديش الشعر والنصيحة عرفنا هذا وين بيكون حندونا يا الحين عاوزين نفتح الخط التليفون لأي حد عنده سؤال ولا أي حد عنده استشارة في الموضوع يتكلم هذا وين بيكون حندونا يا ضوضي يا شكو حلو برامج كدور كونكي وحترق دمر كبا إنه إنجنير محمد درجة جزاك الله ألف خيرة إنه برامج كسيدة يسيدتكم كلاقة يبقى عطان ألطاف أي ويديا وحي وبهي يتما سوي البلوع عانية برامج كسادو أركتان مركا قادك التليفون إن شاء الله تعالى أنسي دينا يا هدو لها يرادك النقضة هلو السلام عليكم هلو waxa la moodaa codka telefoonada wali inuuna khadkii ama la hagaajin engineer oo hagaajin codka telefoonada insha Allah ta'ala dubban ugu soo noqonaa studio altaf daaiman nisa baad nisa la yaqaanuna nooc shaar la indho fi shaar chaaf fi shaar dhuhni fi shaar mukhtalid الواحد كيف يلاحظ في هذا الموضوع لأن في ناس ما يعرف ناس دائما متحجبين وما نحرم الحجاب والله بس بالتحسس بتاع فروة الشعر لما تتحسسي فروتك بتاعت الشعر هنا فأنت بتحسي إذا هي جافة أو إذا هي دهنية أو إذا هي عادية شكرا لك أنت تليفونات مخصوصة نقلنا إنجنيرك هذا شيء محمد هلا السلام عليكم هلو هلو عليكم السلام معنتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي معك كسر برامج كدور كوينكي واحترق دمرك ما قاعد مش أتكلم اسمك وعريق بلاب ما قاعد وحليرة فرحية معنتك حنجوجا مجال هذا لندن لندن فرحية حبيبتي كسر برامج كدور كوينكي واحترق دمرك معاني ما حد دون سنة ما أنت ودي سيدة الأخت ألطاف إن ما أنت حلو سكينة يا مالينا يا تماها نعم تماها ولا على الضهضة طيب بتوين كتماها يسلي سليدها لمرية سات تما لو شقيه تاسن ها إن سليدها أنا سليد صاف مجعل وحنك جعل هاي كريمة عرفتك إيوه يا وزيتي يعني إيش مشكلة إذا غسلت بزيت الزيتون أو لو غسلت بزيت الزيتون yeah. يعني محادو قلت إذا عدنا كم قلت ما سيد زيتون بس سيدني عنو كلارا وقشوك سوياش هذا بالعربة دائرة بتد شان بغى الزيت شان بغى وعذيك عبد الله إيرا وكلا تطفاتي كذا إيوه يا وزيتي قلت مركي أم مريو أم بوح عرفة مركي أم مريو ويدا ذنا يعني مركا سوياش محاية تولعلو أنا سأجرب حرب هنا فري بحكي أنا كروح عارفة مركي دهذا نايانو لكن وحياة بحكي لتوض عارف يعني إنه الحين إن أترك أي وحياة بس مركي لما ريانة أي عادي هانا يعني. أوكي عادنا كفهم سؤال شيء فرحية السؤال فرحية قالت لما استعمل حاجات لها روائح يعني مثل الزيوت عندها ريحة شعر ما يتساقط لكن لما استعمل أي شيء طبيعي من غير الزيت من غير ريحة شعر يتساقط هل فهمت هذا السؤال؟ يعني حاجات اللي فيها يعني فيها معطرة. معطرة. بتخلي شعرها ما يتساقط لكن الحاجات المش معضرة ما شعرها عادي ما خلاص هي في حاجة مهمة جدا هي عرفتها انها هي عرفت الحاجة اللي بتنفع مع شعرها ودي نقطة مهمة جدا فخلاص بس تستعمل الحاجات المعطرة وحي كنت المرة هدا دوقات التماغي وحا سانفع يتاسا انفع سيدة تا وضبا محاد وابد اوقات المشكلة دا دوقات التماغي وحا سما وانفع يتاسا تاسا انفع يسا تقو انفع يسون هيسو أدبك وقوم أدعني يا فرحية خطك حقا نيقن إن شاء الله تعالى هلا السلام عليكم هلو هلو وكم أغلى وما هلا وسلام عليكم وعليكم السلام كيسيت أبوان في عن تايم حبيبتي أدي أدبان أمكو سلامة وان في عاني مقع عاقي ماشي تكاد ليسيت أباي فإسال إلها يا محانك لها يا سويدن أباي وحانك لها يا بوحان ربي تيمها إيقا قو آية ما في عن تايم سفي عن حبيبتي أيه مركا مركز تمكن شلينا يا وحبدون أيا كقو إيسو دارفيرا صورة عايزة مركا محا 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 سما يا إباسينا يا مركا هذه أدبك وقول ما دعني فايساي سؤال شو وانكش لكن كنالكي يفدها يا الناس ينقل كنالكي ما يشقينايو ما حكوش غينين كنالكي نجار عيراي تيفي ما حكوش غينين كنالكا تيفي كو ما شقين ما تنقل شيقايا أوكي هذا نسوي نواة شوكتا إيرل كاغا ولا دباتو دوا إيرل كوالا لكن دوت كلير بيوضع وانا يعني إيرل كاغاش إن شاء الله تعالى ولا على وكلير بدو مغليسا وأركيسا صوت يصور ضبة تي في قصمالي تشانل مركا إيرل كاغا دباتو دوا كاتي عندي قالت لي تساقط شعر كل يوم شعر يتساقط بصورة إمبليفابل يعني الشعر بتساقط طبعا يمكن هذا سؤال واضح أيوة تتبع الخطوات كلها اللي قلناها في العناية بالشعر وتستعمل فيتامين أيوة بتاع الشعر في حبوب بتاع الشعر بتاع غنية بالفيتامين وتمشي أول حاجة تعمل فحص بعد الدم عشان تعرف المشكلة في شنو يا عندها نقص في الحديد يا عندها نقص في توازن الأكل في فيتامين معين في أي فيتامين إذا نقص بيؤدي لتساقط الشعر إن فأيساوي حاجة كنت يعني إن أخت ألطاف فيتامين بقى مغنرت مكرنيك إسكسوا قاعدة أيرم كاو ليفل كوب مرة يوم وين أكتها
مركب ليف الكالي ديجا اسكسو قاد دول وشاق وين الفيتامين كعنطا عنطانا صايدين شاق بالتدريج صدح ذا وقتي انتوين كفائدة ذا ليه او كلونك يدقاق يوحل بقوش ربين اسكي بيات كوحانا وانيدين شاق خطك حقان ايقن ان شاء الله تعالى. هلا وسلام عليكم. هلا سلام وانكم مغلى والتي في غنس كنا اغس فضلا هي مقعاء والله والله ما مشكلة حبيبتي والله على السلام عليكم معاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي مقعاء خير والله علي إن مارك تيمها أيام كقو أيام عيالك يعني قبع مقعاء مالكوري أم الخير والله على لندن ما كهالي أم الخير محاطر تيمها أدقي عروت بكاد عضنا إياه ها والله مركن مركتي قرفيد اللي قفيد ايو مركتي حتى وحن ياري مركتي فاتك دي النفقد ايوها وان ترقر ايه سريد ده مكر ويفتو وانقل تحن بي والالي اوقو ايان مركا موج والالي مركا محاي قبردو تليدو نوي ادعفين اما كان برقرام كلا كل مي والالي خير الله ام الخير الهي خيرا كسي سؤال شادي انا بكا قتشو ابي اما الضعف دائما انا والاطفال دائما الشعر يتساقط من استعمل الزيوت واعمل حمام زيت لكن يتساقط بالصورة غير طبيعي في مشكلة في عندها مشكلة ها زي ما قلت لك ده مش الدكتور تقابل الدكتور عشان تعرف المشكلة الدكتور أيوة زيادة من عندي والطاف هرم أنا وش لكن برامج كونا كل عافية واحد أبا هم تي ولا على إن هرت نختار كا وتكت يكتد ليفل كان هرت إنك واحد نهاي صناعون عايرون كان وحون بعياري بنادم كتير كيس بعياري التغيير كان ولا غير الحاجات اللي بتستعمليها كلها مركا وإن حديث كا هرت أكتا أنتوا كتير كا كتير أنتوا هاي أو نختار كلام بروان أدوية دس حديث كتير كا إنه كم غيين وكم بدين وكير لبضة والغيابة سليدان استعمالت إسكب بدر سليدان إذا شاء غي أوفي عول ما سليد ألي مونتلا راضي سيد الصبار بآدي هذا رود جوكولاتة النهاية سيد زيتون بقى طعنا مري ما يدتان كبضلنا كده وتما هو قويا مركز ما يدتنا حد مركز قللان رولس بعد قلنا ساعة ما الاستشوار إنكو أنت لما يدنا ما يسقط ضبنا حجابك قم ما كان سوي حرام ما يسقط يسقح معنا ما كان تما هو إنا تكشق إسا قلتش ساعة أنت مركز تما ما يدت وين تقلتش ساعة تاسو very important لما الواحد يغسل شعره ينشف الشعر أيوة قول له الشعر ده عبارة عن زراعة كل ما رعيت صح واهتميت به صح كل ما نما وطال كل ما اهملتيه زيه زي الزراعه واحد الله وحكت وحكت الالطاف تم واسطه بيرتا انه يعني بير انه بيا انه كشوا انه دي ايغن وقت بين بيا سي انه قرح ده قورتي قادنايسو انت بيا انه كشوا انه بي تمونه لميديين مركا تماغ وحا او ايغتا كانك انت سمين بير او كلي وين تصفي على وعتنيسا هذا تصفي على او شقيسد او تصفي على وحبها او في عنا تسيسد انت في عنا سيسد ان ستريس كي وحنا نفكر كحتى قلو دورهم بعياريان تماغ يكون بحال لكن هذا تما نسكي لونا أنا أسكت واحد نحجابون أنا ما يرنا أسكت ضوبنا ويكو قيان أنا كسي حنا دبعتو يمكن سويت شباب قف ما مسكح لنا تاو قرنا عيال كربح تاع قرنا يا مركان إن شاء الله تعال خطك تلفون وصل نقلنا محمد سيدة هلا وسلام عليكم الله جزاك الله خير حبيبتي هاي تلفون كل هلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد مش أتكلم سيد أفايو يفوسي على إدها وحقا سوعية مبامها معان تساتة أد بنكوس الوين يفوسي ولا المعاني أدي أد بنكوس العامة يا سودو ولا لهم حارف تاني برامج قلقي بقى تخير الله كسية أباي ومهات سنتها قبل ما يشفى الإنسان والسلام يا مسلم هذا شكرا لك على طف تسلم عليك ها ولا لي معاني وحويدين يا ناقها ألي فوتي أيتك ميا تبهي وحنك أركي هذا مركان قاري ألي فوتيس إنه تبهي قدراي هذا بلعبين عن طب قدرة وش وحن شيء تفروتك وشيء تسموذي من خلك تواعبة قدرة وكده لا أنا عنه exercise aad baan sameeyaa laakiin waxaan dareemay timahayga daray aan baxayn timah daray very dry oo aan baxayn wax walba oo cuntada fitamiinka iron ka baa wal aragtay shirkaga xadiid kuna aad caadi tahay sidii calcium ka ama xadiid ka ama iron ka aad baa waxa la igu sheegay low iron marka stab kaniniga waa inaan u qaato regularly marka iron ka ba kaayro lagu qaado regularly waligaa dhaqtar inta u tagay ima dhihin iron kaga waa caadi waa low وابلو ايرن كاو ده مركا تبعتو وا بسك عضان وا قرخده وعضي سؤاشو مر هدو ايرن كاو قالت لي عندي مشكله اكل فروت اكل خضروات اكل متنظم لكن دائما شعري يتساقط وانا عمري 40 وفيري دراي شعر جاف جدا جدا وقالوا لي انت عندك الايرون لو باخذ حبوب في ايرون ماشي واضح ايوه بتاخذ كمان تاكل الاطعمه الخضراء كل الخضروات الخضراء بتحتوي على الحديد يعني تكون وجبتها اساسيه في كل وجبه تاكل خضروات خضراء وسلطه خيار حاجات دي برضو بتستعمل حبوب بالاضافه للحبوب طبعا فوسيا مره حنون كا دايرن كنا نقول شيء انه فري لو هي
وتما أقول أدقين وأنا عطتها جرين كأنا مر والبوع عطتها إن أنت بدنا عصام كيس قبل أنت الدواء عددي أنا تعصي لكن تطوح يعني أنت بدنا ضلك كلا عرفتي سودانتي ضلك كلا عضانك ودي جرين كي وبدين أنا كنا جرين كي نقبل غينا بالمودة أو جرين كأدي أدبل وعنا عطتها أول بدعنا يسيد أتكرسين يسيد أتبريس كرسين أتب بس كرسين أتب واحد بدعنا لكن وين عطت جرين كوتشرتا وطبق جرين وأساسي كوتشرا for example الخيار كادعوني كرتا يعني وح سبانيش كخس كحياة الله صلوا وذا جرين كسبانيش وحصلهم بد يعني كبر صلوا عطتها مركا كابتش كا مركا الحمد لله رب العالمين وانا عنتوين كا جرين كانا ودا دا شا ايرون كاغن استعمال عشان مدام ايرون كويري هاي والله الهي نحن كا غبريا والمعان وعثمات نخطك حقا ان شاء الله وتعالى سيدة محمد هلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله العطكا ادي ادي قوية ركر وقاد خير الله كسية هاد مين مغشا سفي عم مقعاقا والله لو حالي دا امه رويدة رويدة ما شاء الله كاجبت ام رويدة ولا لو واحد شو هولن؟ هولن حبيبتي هي سؤال شدوني سأ أم رويدة أدويديني سأل أخت ألطاف ما حيتها أكو صعب صنتي معها؟ سؤال شيء ذو حيتها يا ولا الأم هالي تنتهي ذو ما بحضو. أوكي. وح والبه ده سمي عيرن كي هو في عيني هي وح والبوي في عنده لكن تنتهي أبدا ما بحضبو. ويقالون ثم بحضبها. ها طبعاً صار أنت هاد بمدى. أوكي هادي هاد ما حيك عليه. وح إيه بحيارة برضه إنا إيش أنت إن شاء الله. هادي أدبك وصلامي يا رويدة سؤال أخت ضحكتني كثير والله قالت لي شعري لا يطول أبدا 10 سنين وهالآن يعني ما نفس الشيء لا يطول شعرك أبدا ما هو هذا السبب؟ قل لها أسألها قل لها هل جربتي قصيتيو؟ هادي كنت ترتر رويدة ويكبح دم رويدة مرة ما أقول ما ترتي كنت سؤال شاس وادي قصور نقول إذا ما قصت الشعر هدينا قلت ما إيش المشكلة ليش لماذا لا شعر لا يطول؟ لا ما القص بيساعد على طول الشعر. أيوة لأنه بيجدد أيوة لما تقص الشعر بيجدد الخلايا بيد على النمو بيساعده على النمو. أوكي أم رويدة واحد كنت لي ولاش ألطاف تماها مر تودي لايك وأبورة تبغى صنع وتريا مدة تبغى صنع كهرباء مرنا ما ترتين وقت كنت ترت ما قص مرك تماها الله شراء وبشي ما صدحدي برد مرة شراء ويصاب حال تبغى عصب وصاب لكن هذا سيدو يوم كده إنه سيدو يوم سقعد ده واحد بقصر إنه ما بحيان تبغى مرك تماها ما قص وأدي أدبو في عين ضد بارك الله ما قص في عين وضد كأي منال مرك واحد تجي ساكو في رضا هذا صدحدي برد مرة تماها الله سكتر سيد تميك لك وصاب حان أدي أدبو مريلي خدك حاجة إن شاء الله تعالى هلا وعليكم وعليكم السلام أختي ما قاعدة تيجي جنب سكنا ولا تي في اسكنا قص ما وضحت لك الله دو تي في كاد ما حد لايو هلو سلام هلو قفك الى سو هادليا اما ان انت ويديني سؤال هادو تي في قسمه مريو وانا جينا ربتني الى هذا الشيء سؤال ويديسو يدنو كاغا جوابته ما بدعي سبب توتال لما قفك مركو سو هادلي فضلا تي في اسكنا قص عدكيس لا سو بخو مركا خدك حيغه ان شاء الله تعالى هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ادن كوغو مهد علينا سد كلير كاد الى هذا الشيء ما قعا ولالو والله ما شاء الله وهو يسوى ماليد لانه وين السلام يا ان شاء الله الله يعزك الكاتش وقتها يسوى ماليد لندن ولا لا الله كسر دوين معنا أدبن كسر دوين يا حبيبتي محادون يا حبيبتي برامج وحقو صعب صلاة ودين ساء الأخت الطاف والله وحن كويدين يا حنه تمام يو حيا لا حنها الناشر الكي عدي تمام الله مريو مرمر بو مركة لقام ميرا ذلك يسا كمينة قلالة يا نوكلة ما شاء الله فكا حنه موحبو تراك عن دبيعي قاعد مسو حبو يا لا سواشا ساني ويديني ود ما سنتين هادي هاد من كوكو مهد علي سيدة قروح ذا بضان لك كلير كائر المقال لماذا يلسى هذا شيء تيفي وكا ناقصا الأخت سألتني سؤال very important الحنة ماذا يعمل الحنة أحيانا لما الحنة الطبيعي من غير أي دواء natural حنة لما تعمل في الشعر دائما يحصل فيه تساقط في الشعر في الحنة؟ في الحنة لما تعمل في الشعر يتساقط منها شوية أو يعمل جفاف كده أول حاجة ممكن يكون الحنة ما طبيعية محتوي على بعض السمات أو الإضافات الكيميائية ما كل الحنة هي طبيعية والسبب الثاني ممكن تكون حنة طبيعية وبرضو ما تنفع لأنه الحنة بيستعملوها فقط للشعر الدهني فإذا ما نفعت معك معناه شعرك جاف أو عادي اوكي سؤال شو سؤال عجيب انا وكيف ايدستي واحد تري الطاف حنها مركز مرسين سدا اد واحد قلت وان ناتشر لا يقولوا ناتشر لا هي طبيعي هاي مبا مركز اساس وتمها ودادنيا ان مر لبعضنا واحد لا يابا تمهاغو شعب دهني تما حنه و خو مناسب يا قفكه تمها دهني قال اما تميس اويل هي اما تميس سليد ليه كاس او فيعي حلو لكن هدا تمهاغو شفافه اما ادق حنن حنون اد بتما وادك يا بس عادي وانا انا كارق دد بعرده كعسيه لكن انت بدن تمها و ادق حنه اسمك واحد لا يابا انه تمها كا داديو هدي تمهاغو شفافين مركا كيف لكن بعض الناس يحبون الحنه دائما الامهات الكبار والناس اللي عندهم شيبه الشعر يستعملوا الحنه
هي معظم الناس هي الحنه بتنفع مع معظم الناس لو كانت ناتورال. الحنه لو طبيعيه بتنفع مع معظم الناس، بتغير لون الشعر. لكن انا سمعت يا لطاف حنه لو خلطت معاه زيت زيتون بكثره، ايوه زيت زيتون، زيت زيتون يساعد الشعر. ايوه ايوه ما لوحدها طبعا، والمويه برضو بتاعت البن، بتعرف الكوفي البن العادي لكن الطبيعي مش النسكافيه، البن الطبيعي اللي ايوه ما فيه اي بهارات. ايوه تحليه في الناي كانك عايزه تعملي قهوه، تحليه في النار، تخلي المويه بتاعته تبرد، تصفيها، تعجني بها الحنه. سلام. وتضيفي زيت زيتون. ان انكوشك هدبا هوي سومااليد لاند كاد ليسي ارنت حنا اديات بس اشان ودونين ويدلك ما بدي قهريسي waxay horta xinaa marka la qooshay inaga xitaa qooshitaanka xinaa laga yaabina biyo ku qooshna laakiin waxa lagu qooshaa zeed saytuun aad iyo aad buu fiican tahay inaan isticmaalaa malahan zeed saytuun baa lagu qooshaa xinaha markaas la radiya bunka dabiiciga maaha nuskaafeegan iyo waxan koofeedan dacaadiga walaaqay iska reediga maaha kala kariyo bunka la sameeyo la salooro hada salooshaan oo bunka marka salooshaan biyo ku shubtaan oo biyo dhigtaan kale waxa soo baxay kala qurxad oo buniya كان انت قادم بكو قوش كفن حني وزيت زيتون كجرتو زيت زيتون مية البن وتمام مرنسة بتلاحظي انه الحنة طوالي لونه غمق وصار اسود حني مركة تقدر تتبارك الحنة مركة مدوبادي واتكا ومدوبادي اوكي فترة نحط فيها الشعر الحنة ونفس الخلطة دي ممكن تضيفي لها بيض 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 ما شاء الله حبط بيض انا قدر اقول بنتها امسا هم انا اورس انه خليه بالشعر كم ساعة ما بين اربعة لخمس ساعات اربع ساعات افر ساعات الا عشان ساعات بكو دي لسا خطكت ساعة وانا كبحنا قد بكو بعد عينه هو يسوى مالاد تليفونه ذكر سيدة محمد. هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت مقعاقة رحمة الله رحمة الله كانت شوكتها رحمة الله كوزور دي من لندن الجمعة لندن حبيت منكم سلام يا رحمة. هي محادوة سؤاشة حبيتنا تماها بقر مايان أوركي وحموك قاطع قيب موك قاطع تماها محاطري تماها قفك أوركي لتميزة دادان عيان أوركي قف هتوح عاملي عاقودة وتماها دادان عيان مرك محاك غران كره ابو حامل اور له وتنت انك هذا هذا ناس محاك غران كره اوكي تاسو سؤال اسك كلي يا حبيبتي هذا اور له وحول والبو يسبدليان هي حامل ودائما شعرها يتساقط قلنا في السؤال اوكي انت مرك انت لا جرايانا مرك تمام حي تمام لا جراي ما يير با لا جرا مس الا يا خوغا بدن عملاد ده ما يتا تمام لا جرا ما تمام اسك ودا جرا تمام اسك كرين وحل دوني تمام فلاقه لا اسك قاد انت فلاقات مرك سا سو بخان وحي لين فلاقات بي ليهين تقطيع شعر مرك فلاقه انت عارف فلاقه خن دا باركيس بقول مدخين يلاتي فلاقه لا اسك غويل كدا تمام اسك ودا شيرتو مشكله شكرا سلاشن كاغ جوبي حبل كو حتى عنده حامل برضو يستعمل برنس كير حبوه امك تصاغط شعره البرين. ايوه برجننسي كير برين واحد كلب كنين ليراو برجننسي كير او يلا فرمسيه ده كاس بعد استعمال صداد دور لايدو سيتيمو كا غدا ما عنيسا قالك تتساقط الشعر قص الشعر اقطع الشعر من وين قلت لها ما تقطع الشعر كله عشان ما تصلعي فالواحد يقطع الشعر من لا ايوه يقطع شويه بس من الاطراف عشان كل ما تشيلي من هنا من الطرف لما تقصي من الطرف هنا بتقوم تخلي شنو بتنشط الشعر اذا شعرك طوله ما واحد تقوم تشيلي من هنا من الطول ده ومن هنا ومن هنا فهمتي علي يعني تدريجيا ايوه يعني اي يعني تتاكد انك انت لمستي طرف اي سبيبه من سبيبات الشعر حتى لو شعرك طوله ما واحد ما حطلب منك انك تعملي طول واحد كده حيكون قصير صح فانت حتقومي تمشي للشعر بتدرجاته المهم تلمسي اي سبيبه من الشعر نهايتها ادم كوغو سو عليو ولا شيء دي نغ سو غراعيسي رحمه رحمه اي وحي تري الطاف وسان كوغو شيغاي او ان كلي كو درتي ان قفكه تيميس اسمه ودا ليكا وتدريجيا بوليه تما ابن ادم كويكل ديري انه وحلين طبقات ودير وي غاميلو marka ma wada goolisa timida inti gaabnaad ba ka dheer inti kale oo ma wada jareysid in walba inta dheer baad for example qaadaysa inta ugu dambeysa sabiib taayare timaha badan ba jirto falaaqe badan ba yeeshay madaxay badan ba yeeshay xabad walba timaha dawa straight qaarna waxa leeyin afar madax saddex madax xeer ba kasoo baxay intaas aad jareysa inti kale ka dheereeyde kale harsan tadrijiyada inti riyada inta in lagu badti ka jareysa in walba saad tadrijiya marka القص لازم يكون عن طريق تخبير تجميل مش تقص لوحده اضغنا اسك جرنتي ما كنت قف كنت تخصصت ما اكوفي انا بعد اساس وصفي عم قص ادي اسم اركيس انا غاب انتاس انا اركتي ادو لكن تسرى يا كود جريا مك قف بقات تمن قص ان شاء الله خدك حقيقه ان شاء الله تعالى السؤال الثاني هلو هلو ها انا كنت مقاي عدك تليفيشن كا اسك ناقص ادغون عدك كوري كو قاد ولاالو هلو السلام عليكم كنت مقلي ولا عليكم السلام لك وا دغه غابنت تي في غبا كا هوس بحي هلو ها ها السلام عليكم ام راجه اد بنكو مقلي هكا كاد لا سوالا لو مغانا وانا مغاي فاطمه وحن كا هبلا نيروبي
كينيا فاطمة كسلوا برامج كورة الدور كوينكي واحترق دور كأد بن كسلوا وين هذا كيني قال هذا لي محاضرة برامج كذا قبل قاعد ما تبغي تسد. والعاد بوما كنت أروح ودين لحاجة وده. محاد ودين لسه؟ أدي أدبر نروح ما ولا شيء أكاد لسين روبي خضير وأفريقيا سؤال شادي أدو أفك كسر صار بوكاوا إن شاء الله تعالى ودي بوصل نقوم رعلا خدك حيلة إن شاء الله تعالى. انقطع من الخط. هلو. ها هلو لانا. ادي اد منكو سلامة يا عدك اقول كلير مقعادة. والله مقعيقة ليلة ليلة هذا. ليلة الكات شوكتا. اللون دفان شوكتا. اد منكو سلويني ولا المعاني. محاضرة بتاني برامش قد لقد قلت خير الله كسية. والله سواشا انجو ودينا يا وحي تهي. تما هيقا دوادة عصي سمر كان مريو ويك ورشارتا. وطنو ويقا قوان. هيا. dadka qaarna waxay ku yiraahdeen xinaha marka aad marisid xinuhu uu gooyaa haye marka gabadha waxaan weydiin lahaa dawada asaysa marka hadii madax la mariyo iyo hadan xinaha uu iskareeyo keeba fiican aad iyo aad baan ku salaamayaa leyla iyo walaalo su'aashaad aad baan u maqlay wad mahadsan tahay leyla tatsal min london sa'alatak ya alqaf lama tastamal adawl الكلر الأحمر بتساقط الشعر ولما تستعمل حنة طبعا شعرها يتساقط ما هو الشيء المناسب لها يعني في الاثنين تتساقط في الاثنين تتساقط تتساقط في الحنة وتتساقط في الدواء تنج كلر أنا ما بنصحها باستعمال الكلر لحد ما إنها هي شنو تهتم بشعرها الفترة الجاية توقف الاثنين تهتم بشعرها اهتمام تام تتبع كل الحاجات اللي احنا قلناها دي وتستعمل الحبوب اللي فيها فيتامين دي وبعد 6 شهور لسنة هتلقى إنه شعرها بدأ يتصلح وتقصه بصورة أيوة الحديد وتقصه بصورة مستمرة يعني القص مش تقصه مرة واحدة وتخليه يعني مثلا كل 4 شهور تقص شعرها على أساس إنه هو يتجدد بالتالي بعد يعني تحس انه الشعر خلاص صار قوي وممكن يقاوم اللون او الحنه بعدك ترجع تاني لاستعمال لكن شعره ضعيف شكله بالتالي ما الشعر الضعيف ما يستحمل الحنه ولا يستحمل الكلر الكلر ليلى خير الله كسيو اضافني ليلى خير هسيو وحي تري ولا شيء الطاف لبدا بهرت وتوجنيس ما دام تيمي كاضادنيا وايو تمها اقل لبدا حنها انا ما اقبليو دودنا ما اقبلي وقت تيمي كاضادنيا marka waxay kugu talaysaa in timahaaga waxyaabo aan soo kasoo sheekeynay saliidda iyo salo after shampoo la mariyo iyo intada la cunay door weyn ciyaar sax xidid ku seenaysay ka protein ku seenaysay protein ku seenaysay vitamins ka dhan ku seenaysay waxaad horo dhana joojiga ku tiri ee waanad waxa soo marta afar tii bilood bana waan timahaaga jartaa san horeed ku sheegay afaq alfa afaqada hore inuu ka jarnaa afar tii bilood ba inuu ka jarnaa timahaaga ku subaxan xubuubka ay idin sheegtay altaafna ama kininka vitaminka ee timaha bixiyana chemist walba iyo vitamin pharmacy walba uu yaala way duu ka iibsanaysaan oo pharmacy la wadinaysan xitaa wax timaha ay bixiyaan doonaya waxa jira ka cidiyaha jira ka timaha jira ka skinka jira saddexdaba laakiin aan wax idu kula talinaa kinin oo dhan iska daayo waxyaabaha natural ka nucno waayo kinin ma naqaan wax laga sameeyo qof walba waa natural bulay laakiin uu doono wax natural ki the only thing that natural is the fruit and vegetable sama مش كده الطاف لان انا حبوب ما يمكن ما نعرف ايش مصدرها لا لكن في حبوب خصص للشعر تحتوي على ايوه لو هي الفيتامين عندها ضعيف جدا لازم الحبوب اوكي مركا فيتامين كا ضعيف هي ودوبها انت مركا ادنا ويدي دكتور كا ان شاء الله تعالى كلنا انا انا وحيابا هي سو شيكتور ني سيده هي سلو ماري انا اوغاله في اضافه اوكي خطك حقها الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي عودك انا كر ايغو قاد سؤاش ادنا سو غدي مغعاده أو مسكي يعني نيروبي أو حبيبتي كسر نقوم أوكي مسكي نيروبي محاضرة مسكي يعني أوكي حبيبتي مسكي أكون مغلسي ده سؤال شو تكابوين ولا المحاضرة بتاني ودي مسكي قبل ولا نيروبي يعني جوا كينيا أكون مغلين نيروبي كينيا هي الشرف يا وحنا كويدين لها ما ده شو إذا كرماية تما كاد هذا نايا ها تمين وإذا ده هذا نايا كيميكا أيام مريم كيميكال كيميكال كامر كامري اي بلابنين اي تداتان اوكي كيميكال كما تباها دودة تلعصو سمها تلعصو ايا ايا تلعصو سمها ريلاكسر ها ولادو ها 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 واي واي ولادو سؤالك رمغ بتاع مسكين مية شرفي مية الله اكو شرفة حبيبتي هذه انا هذه ادبن كمان يعني عندها مشكلة تساقط الشعر لكن استعملت كيميكال لينعم الشعر ريلاكسر نعومة الشعر تنويع الشعر ايوه ما هو طبعا ايوه ما هو طبعا الريلاكسر بيحتوي على مواد كيميائيه نسبه عاليه جدا جدا من الكيماويات فهي بتضر الشعر
في الحالة دي لازم هنرجع تاني لنفس الكلام، تعتني بشعرها عناية كاملة لحد ما الأثر بتاع الكيميكال انتهي من شعرها نهائيا وشعرها يرجع طبيعي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هتشوف إنه شعر ماشي فيه. مسكي ورا الخير الله كسيه أضو خضر يقراعي وحي كنت ورا شيء إسكدة هرطة كيميكال دنبا استعمالي إن شلعسها إسكدة أدقى تماما قد ديحي تقلحين سيدا إلهي كواه ورحكا في علمية التواي وواحد أفتر شامبوغ لما ريبا حتى تماما تقول شلعيه ستيم كتماما لسمية ناشر المكريدة تماما قنو صوبة لكن دودا إنتي كوش العصو صدح بلاد إنتي كادك تسبيب أدقى أنا كادك تقيب هنديد بعد هاد دولة تماما يسكورا يعني الضادر يعني كالفيردي ساو ضراعي يعني كالفيردي ساو ساو ضراعي يعني وضقوقو أيان مركا ايدنا تشوج بي كنت ريت ما قدب سو ابور بي كنت وصلت بيرت تم سايدين شغلت بيها بيرت مر بيها سيسد وي ابور ميان كدا الدوده العصا ولا على جوجل ما تخلينا اي قفر بو استعمالها اسك تشوج وا كيميكال حتى ما راح دامج حتى هذه الدول تمشيط كمان تعمل دامج للبرين ايوه الدول يقال تشلع مركا اسك دا بي كنت الدوده اسو تما قدب ابور مره بعد والتمشيط كمان المستمر للشعر يعني لازم تتاكد اي امراه انها افري داي مشطت شعرها طبعا في نساء بحكم انشغالهم والبيوت وكده الواحده ممكن يعني يومين ما تسرح شعرها وده غلط جدا جدا لانه التسليك والتمشيط للشعر بمثابه الاكسرسايز للجسم فالشعر محتاج جدا للعمليه بتاعه التمشيط بصوره يوميه ويا حبذا لو مرتين في اليوم بالاضافه لتغيير الستايل بتاع الشعر يعني ما تعمل شعرك ستايل واحد بس افري داي كده وان سيم ستايل اللي هي غيري كده بكره كده شقي من هنا جيبي كده هذه بنوم هذه الالطاف قلنا اذا كفى السحي افر بضان وحي وحكو تريان ولا صوب بند قبلين واحد الان الطاف تمها غورت ادي اد وانا دغرونا تا قرفيد لا يا بينا كنا قرفيد انه هذا ما انت فيد اما دي وقتي انو يغير يا عرورتي شقدي غري غبا نغ بضان او ان لا وانا تمين ان فيرنا مر ولا بتما ان فيرو قرفيد لا غدي لا فيرا حداتين هو بقن وي صوبح انت ما كلي ادو مركا دلتي وادغ ير واد كورتا وي كوريان يكون كل كوريان تما وين فيدا ستايل تما حتى دور والعيارتي مركا ساتما حق نبو وخدنا مر ولا وخدنا وين بدلنا ستايل تما كخديني مر حقن كينا مر حقن كينا مر بس او كلا جيخجيخنا تما حتى هوينا قادنيان وخينا سي كلو قرب بدن بين نقنيان تان كو دلالتي خدكي ugu dambeeyay baa ahayd dirantii Nairobi naga soo wacaysay kullay waska garanaysan wax walba sharaf la ku qurfadna way soo yaraan nihaayada program rafi bitaa shaar kullu hina lama tagi shaar kullu fookina baad al ghasil harka dhe muhiima jiddan hina fi hada al makan fil wash baad al ghasil aywa baad al ghasil di bitsaad ala tarha al shaar instead of istimal al rolling taamal nafs al haraka yani waxay tiri aldaaf marka timaha qamaydid hadda timaha kor halka wada kintaalka fooda ka xidid aad iyo aad bay ku caawinaysaa sida aad rolls galiyo kale ku noqonaysaa oo soo shaqo saacad bas yani mar inta rajay okay marka wasu cilisa hadaba waxaan ku jirnaa gunta nihaayada halqa ya aldaaf barnaamij khalas insha Allah ta'ala maada tansixina jamee'a nisaa alladina yitaaluuna fi television somali channel khaasatan barnaamij door almara akhir su'aal su'aash ugu dambeeya waxa uu shaqo ku xatimaysaa barnaamij kaad weydiinaysaa qofkii dooli aad kula talinaysaa weydiin marka meel baad dulida joogaa al-muhawala ibtiaad al-ibtiaad al-ibtiaad aan al-stress lanno da akthar shi dar bilnisba li al-sha'r اي وحده في الوجبه اليوميه لازم تتاكد انها اكلت لحوم اكلت خضار اكلت نشويات في الوجبه لازم تكون وجبه متكامله ان شاء الله ايوه الراحه التامه ان ينوموا في الوقت المناسب يصحوا في الوقت المناسب لانه النوم كمان سبب من اسباب الاسترس يا الله عدم النوم بيسبب الاسترس بيسبب تساقط الشعر بالنسبه للحوامل عنايه خاصه بوجباتنا اليوميه بانتظام بتناول الحليب كوبايتين على الأقل للحوامل خاصة. بالنسبة للأطفال في مهمة في وصية خاصة مهمة جدا إنه لما في حالة الغسل بتاع الشعر الواحدة لو عندها ضفائر شعرها في ضفائر ما تفكوا الشعر ويغسلوه هو مفكوك كده كده غلط. بيلبك الشعر ده بيلبك الشعر وبيعاد فيها طفارة. ايوه بس تفك لو في لساتك فيهم من فوق تفكهم بس تتاكد انها غسلته جيدا وكم مره لحد ما تتاكد انه الشعر نظيف لكن ما تفرتك الشعرات بالنسبه للاطفال ده بيخلي انه الشعر يتلبك ويتساقط بالاضافه لانه ما شاء الله سؤال عجيبه ادي ابن عمر يعني الطاف هذا بقى الطاف وان اسكو سو دبي شو ودين سو غاغابين ان شاء الله تعالى برامج كنا ودماضي واحد انت ايدين شيغه دمر كسي نفتوده وعانايين لو سبيشال ايتمود او شقيان انت ايدين شيغه فيتامينيدي او دور العياره يا هدد دور العياره صح قبل اور كان لي ورور قفر مركو اور ليه وحيا فربدون جيسكي سو دم با اسو بدلايا انا عبد الله كوب وانا افري داي
ويدو وحبي يقولون قفقة سواء بحامل المدن بسوا سدا حال جسنا بدلاً يعني عروت بيت المركة تما الدبين تمود الدبين بيتري أي أم يرى يعني تما وحبي تما عدلة في الفرق الله ما يرى تما بدن بلا فيدي ضعنا يا إيكم ما يرى لاستيقون على غفرة شامبوغ يفتر شامبوغ على أمك إيكم أشل عي أم يرى هو فيدي أنا كسارين من تضع يديش أكتر الضفة استعمال سان ضوا ضي البرامج كي قنتي قبل بتشوجا ان مانتو waxay gala qayb qaadanay say Altaf Ibrahim Mohamed oo ay ku takhasustay qurxinta ee kaga soo baxday jaamacadda Nasr Technical ee jaamacadda Suudaan halkana hooyo oo yaan rabat bayda laakiin jacal in dumar ka Soomaaliyeed ee af Soomaali ku abtirsan meel ka soo joogan ba caawiso ay khabar gaad u soo bandhigto ee aad iyo aad baan ugu mahadcelinay Altaf shukran leeyahay akhta Altaf ee dhamaan inta barnaamijka gala qayb qaadatay oo telefoon u soo galay inta daawanaysay inta gala xidhi dhabga Facebook ba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ee kamera manka ayuu mar walba barnaamijka duurka weyn ka qayb wax ka qaatay maxamed waan isna salaam ya salaam qaliya wa intan barnaamijka kale kulmi doona insha Allah taala waan waamalkaysa waxaan leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.